رسالة استياء من سعودي إلى الرئيس جو بايدن تحمل في طياتها الكثير من العتب واللوم، كتبها تلميذ سعودي لأستاذه جو بايدن في محاولة صريحة للتعبير عن الاستياء الذي شعر به من تصرفات الأخير في الحرب على القطاع. رسالة حملت امتعاضاً من الأستاذ والرئيس الأمريكي الذي درس عام 1980 الطالب السعودي في قسم العلاقات السياسية والعلاقات الدولية في جامعة كليرمونت بولاية كاليفورنيا بأمريكا، وجاء في الرسالة: كنت أكاديمياً جيداً وسياسياً ديمقراطياً معتدلاً، وكان فرحنا بوصولك لمنصب نائب الرئيس ثم الرئيس، لكن لا أخفيك سيدي أني لم أتوقع أن تصل لدرجة دعم وتشجيع إسرائيل على قتل المدنيين الأبرياء العزل وهدم البيوت على رؤوسهم وقتل كل من كان بمستشفى المعمداني من الأبرياء ذهبوا ضحية لعدوان صديقك نتنياهو. لقد فوجئت وفوجئ كل من يتابعك بقدومك إلى المنطقة للإطمئنان على إسرائيلكم وضمان أنها تدافع عن نفسها. وليتكم يا فخامة الرئيس تعطون إسرائيل جزءاً من أحدى ولاياتكم الواسعة لتكون قريبة منكم رأفة بها وخوفاً عليها. كنت أتمنى أن تبقى في مكتبك البيضاوي وأن تتأمل ما تقوم به هذه الإسرائيل ثم تحكم ضميرك وإنسانيتك ولو للحظات بحكم كونك الآن رئيساً ومسؤولاً عن قيادة العالم، لا دعم المجرمين طمعاً في 4 سنوات أخرى من الرئاسة. والجدير بالذكر أن العلاقات الأمريكية السعودية كانت تسير على قدم وساق وتتخذ منحى إيجابي لصالح فلسطين، وكانت السعودية قد اشترطت على إسرائيل من خلال الوسيط الأمريكي أن لا حل للقضية ولا سلام ولا تطبيع مع إسرائيل إلا مع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وذلك يتمثل بالمبادرة العربية للسلام وإقامة دولة فلسطينية معترف بحدودها دولياً وعاصمتها القدس الشرقية. لكن التوافق لم يدم طويلاً بسبب الحرب في المنطقة ودعم القيادة الأمريكية للممارسات الإسرائيلية الشنيعة التي ترتكبها بحق سكان القطاع، وأوقفت السعودية مشروع التطبيع وأطفأت الأمل الأمريكي الذي نقلته صحيفة وول ستريت جورنال قبل وقت قصير بقولها: الأمل في أن يكون بدء العمل على أدق التفاصيل المتعلقة بالاتفاق خلال الأشهر 9 القادمة.